وفي إطار العلاقات المتميزة التي تشهدها البلاد ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد اللقاء الذي تم بين رئيس الجمعية الوطنية دكتور هارون كبدي مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة، فلقد تحدث دكتور زكريا محمد صالح رئيس مجموعة الصداقة الشادية الإماراتية عن تعزيز العلاقات بين البلدين. جزء من حديثه. طبعا نحن نرحب باسم الجمعية الوطنية باسم رئيس البرلمان باسم جميع أعضاء البرلمان نحيي سعادة السفير محمد علي الشامسي الذي وصل إلى تشاد مؤخرا، ونحييه جدا، وتناولنا مواضيع متعددة، وكان السفير واضحا معنا وله فهم وإدراك فيما يجب في تشاد، والدليل لذلك فهمه حتى لبرنامج سياسي لرئيس الجمهورية الذي وعد به المواطنين. ودولة الإمارات ليست الدولة دولة أخوية فيها الأخوة وفيها الصداقة، ونحن من خلال وجود سفير الإمارات العربية المتحدة معنا في تشاد دليل كافي على أننا سنقوي علاقتنا وستخدم الشعبين الصديقين، ونطالب الإخوة في الإمارات أن يقفوا مع تشاد في كل الميادين خاصة في الأزمة الاقتصادية المارة، إضافة إلى الجوانب الأمنية والمحافل الدولية. أيضا دور تقوم بالإمارات دور كبير جدا، ونحن لنا الأشم الكبير في دولة الإمارات العربية، وأكد لنا سعادة السفير ونشكره له خبرة واسعة في المجال الدبلوماسي، وله خبرة واسعة في تشاد بالذات، وعارف ماذا تعاني تشاد الآن، وعرف ماذا وين نقاط القوة في تشاد وين نقاط الضعف. وأكد شاركت ممثلة أفريقيا المركزية آسيا محمد أبو في أعمال مؤتمر نساء برلمان أفريقيا الذي استضافته مدينة جوهانسبير بجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي حول ختان الإناث وتعليم الفتيات. نستمع إلى جزء من هذا الحديث الذي أجراه الزميل علي عربي بعد اختتام هذا المؤتمر. جيت اليوم في ميدرا في أفريقيا، جيت حضر في الكونفرنس عن الأمين البرلمانيات عن البرلمان بان افريكا. انا جيت كأن ممثلة عن افريقيا الوسطى في كل المشاكل اللي تخص النسوان، اللي تخص النسوان بلدنا تشاد والبلد البلدان العربية الافريقية عفوا، كلهم مضوا في الكونفنسيون بخص كل المشاكل حق النسوان، يعني الزواج المبكر، السيدة، الطهورة، يعني ده شيء مهم، وده فيه من الأشياء اللي بوقف بأسس للمرأة في صحتها. يعني في بلد نجار في قوانين كتير شالوم بخص المرأة، ومنظمات النسوان كمان خدموا كتير مع السيدة الأولى ومع السيدة الرئيس، يعني شالوا عندهم هدفهم إلا يعني يخنقوا التشادين عشان يوقفوا الزواج المبكر ويوقفوا الطهارة ظهورها حق البنات. ولكن للأسف لحد الآن في بلدنا الطهورة دي ناس بتطهر البنات، واليوم الزواج المبكر في هلال المبيدين حس كل الناس قاعدين يزوجوا البنات صغار، يعني دي مشكلة كبيرة في صحة المرأة، ولازم الناس كله بيتحدوا يقفوا كلهم الأمين.